كل إنسان بفتش على راحته، لبل في ناس تشتري راحتها شراية، وشو في أكتر من قيادة السيارة بزحمة السير سبب بيقلق راحتنا وبيوترنا، وشو الحل يلي بيوفر علينا هم التنقل بالطرقات وهيت نوصل على الوقت وهيت ما نوصل؟ فتشر هم الأول حل مشكلتك من خلال فكرة ذكية. عمر، عرفنا أكثر عن حالك. عمر يغمور، أحد الشركاء المؤسسين لشركة فتشر، وحالياً رئيس قسم العمليات. هل فكرة فتشر إجت من وراء تجربة شخصية أنت مريت فيها أم أنه مجرد فكرة؟ طبعاً شركة فتشر هي وليدة مشكلة شخصية كانت تواجهنا. كنا بنشتغل بشركة إي كوميرس بالريجن، أنا وإدريس الرفاعي اللي هو CEO، وكانت تواجهنا مشكلة اللي هي بالنسبة لخصوص الباكيجز، نعمل ماركتينج كامبين ونعمل أي كل إشي عشان نبيع الباكيجز للكاستمر، وبنهاية اليوم كان يرجع لنا كتير ريتيرنز، كانت نسبة الريتيرن 40%. بسبب هاي المشكلة قررنا نحل مشكلة التوصيل، وبنينا اللي هو الحل داخل الشركة Our own logistics، اللي هو الدرايفرز الخاص بشركة الإي كوميرس بيمشوا على جايد لاينز نحن حطيناها بالنسبة للدليفريز، وقدرنا نخفف الريتيرن من 40% ل 10% ولا 15%. لما شفنا حالنا حلينا المشكلة قررنا نطلع من الشركة وأسسنا شركة فتشر عشان نوفر هذا الحل مش لهذيك الشركة بس، لكل شركات الإي كوميرس بالريجن. لا شك إنه ثقة الزبون فيكم لازم تعتمد على مدى حرفية الشركة، كيف تقدروا تكسبوا ثقة الزبون؟ هلا بالنسبة للكاستمر اكثر شيء بهمه انه الباكج يوصله اون تايم. فتشر بتخلي الكاستمر عنده الفريدم انه يحدد اللوكيشن اللي بده يوصل الدليفري له، بنفس الوقت يحدد الوقت اللي بده الباكج يوصل له. فبدل ما الكاستمر يستنى 9 ساعات، هلا الكاستمر بيقدر يستنى ساعه ما دام نحن بنقدر نحقق اللي هو التوصيل اون تايم للكاستمر. هيك الكاستمر دائما يكون في عنده تراست، وبنفس الوقت الكاستمر هو الريسيفر، السندر اللي هو الاي كوميرس او ويب سايت ببيع الاوردر، هذا الويب سايت نكسب التراست تبعته لانه الكاستمرز تبعونه بيكونوا راضيين عن الخدمه الموفر لهم اياها. ازدهار عمل الشركه ضمن الخدمات اللي قدمتوها للشركات الكبرى، هل بخفف من اهتمامكم بالزبون الفردي ام الشركات الاصغر؟ طبعا لا، الخدمه او الجوده تبعت الخدمه مطبقه على البيزنسز وعلى الانديفيدجوالز نفس الوقت. اذا بدنا نحكي عن القيمه، قد ايه بيعلو سقف حجم او قيمه الشحنات المطلوب تسليمها؟ هل في حدود معينه؟ هلا تختلف من بلد لبلد، يعني احنا اليوم فتشر وي اوبريت ان 6 كونتريز، هم الامارات، السعوديه، بحرين، عمان، مصر والاردن. كل بلد بيختلف، يعني اذا بنحكي مثلا على سبيل المثال الامارات، الحد الاعلى للشحنه بوصل تقريبا ل 20,000 درهم. اذا بنحكي على البلدان الثانيه مثل مصر او زي الاردن تختلف، بتكون القيمه اقل، تعتمد على حجم اللي بسموه هم الباسكت سايز، يعني الاي كوميرس كاستمر بالريجن بالامارات القوه الشرائيه تبعته بتختلف عن القوه الشرائيه بالاردن، واعتمادا على هذا الحكي بيختلف قيمه الحد الاعلى للشحنه. واذا حصل تلف ام تاخير بالشحنه، هل في تعويض بيكون للزبون ام هو الزبون مسؤول عن هذا الشيء من الاول من لا الاساس؟ هلا نحن بنوفر تامين من شركه فتشر اللي هو ما بنعمل اي تشارج للكاستمر او للكلاينت، بس بنفس الوقت هذا له حد معين. اذا كان الكاستمر او البزنس اللي بيبعث الاوردر للكاستمر بده يأمن القيمة كاملة، فتشر بتوفر السيرفيس هو البريميوم والساندر أو الكلاينت بيدفع قيمة تأمينية على الأوردر، في حال صار أي تلف على الباكج أو ضياع نعوضه بالقيمة الكاملة. كيف بيعمل التطبيق؟ أول ما تفتح الأبليكيشن بيكون عندك 3 options as an individual، 3 خيارات اللي هي send اللي هي أرسل، fetch اللي هي نجيب الأوردر للكاستمر، وسل سل اللي هو في حال انا بدي ابعت اوردر او بدي ابعت باكج من بوينت A لبوينت B وبدي فتشر تعمل كولكشن لمبلغ مالي وترجع لي اياه. متى ما اخترت واحد من السيرفيسز بعدين بتحدد اللوكيشن تبعك از كاستمر واز سندر، الموعد والتاريخ، وبريس اون كونفيرم ذس وات اول وات يو دو. وبنفس الوقت لما تعملي هاي الستبس يو كان سي ذا درايفر، الدرايفر بيكون زي فكره يو كان هاف فول فيزيبيليتي على موقع الدرايفر وهو جاي عندك، يو كان تشات وذ هيم، تقدر تبعث له اس ام اس، يو كان كول هيم، تقدر تغير اللوكيشن تبعك في حال اضطريت تروح على ميتنج وبدك نفس الوقت الدرايفر ستيل يجي عندك ياخذ الباكج.
يو هاف ذا فلكسبيليتي، عندك الابيليتي انك تغير الموقع او اللوكيشن تبعك وبنفس الوقت الدرايفر رجع عندك. شو اصعب مشكله واجهتوها اداريا على صعيد البلد اللي اسستوا فيه فرع جديد؟ هل كل بلد له خصوصيته؟ طبعا كل بلد لها تحدياتها تختلف. في بلدان عندك بيكون مشاكل بالصعوبة تأسيس الشركة، في بلدان كان عندنا مشاكل باللي هي نوظف الناس المناسبين ليديروا الشركة. وإذا بدنا نحكي عنك، شو أكثر التحديات اللي واجهتك؟ بالبداية كان جذب التالنت، وهذا الصراحة كان تحدي كبير، لأن حاول نقنع حدا إنه احنا فيجن بدنا نعملها ونحن لسه بأول الطريق وبدنا حدا يجي يساعدنا، فكانت هاي المشكلة. بس الحمد لله توفقنا بأنه تيم التأسيسي اللي كان معانا لسه لليوم موجود معانا. بعد كل هالتحديات وصلنا لليوم، وين بتشوف فاتشر بالمستقبل القريب أم بعد 10 سنين من اليوم؟ خطة إن شاء الله أنه خلال 5 سنين القادمة أنه توسع بأكثر من بلد، ومش بس بالريجن، مش بس بالميدل إيست، نحكي عن الأفريكا ونحكي عن إيجيا. من تجربتك الخاصة، شو بتنصح الأشخاص اللي عم بيفكروا يبدأوا بمشروعهم الخاص أم بفكرتهم؟ واحدة من الشغلات اللي وصلت فيتشر ما كنا نياس، كل عقبة كنا ناخذ الإشي اللي منيح فيها ونحاول نبني عليه، كنا دائما نطلع على البوزيتيف سايد اوف ايفريثينج. دبي هدف مهم لفكرة مثل فكرة فيتشر، شو السبب؟ دايركشن تبع دبي اللي هو ان تكون الانكيوبيتر لكل الشركات الجديدة او الشركات اللي بتطمح انها تطور إشي وتحرك الماركت، فمشان هيك كان إشي قرار سهل بالنسبة لنا انه نبدا شركتنا بدبي. عمر، انت كيف توصف نجاحك؟ بعتقد ان احنا لسه ما حققنا اللي بدنا اياه. نجاحنا از شركه فيتشر اللي راح يكون بالاكسبانشن وتطوير الفكره وتوسيع الفكره وحل مشكله عمرها 100 سنه، هي مشكله الادرسز والدليفريز. طب شو اكثر اسس النجاح اللي اثرت فيك؟ الشركه اللي حققت نجاح كبير واثرت علينا تاثير ايجابي جدا اللي هي قصه نجاح شركه سوق اشتروها شركه امازون، لانه في شركه عربيه تمت ادارتها من ناس عرب كبرت لدرجة إنه الشركة مثل أمازون تهتم فيها. عمر، إن شاء الله من تقدم لتقدم، وشكراً لك. Thank you. لنجاح عملنا وازدهاره لازم نحسبها صح ونصغر قدر المستطاع الوقت الضايع بالعمل، خاصة يلي منقضيه على الطرقات. فيتشر شركة الشارع ملعبها وعم تتوسع لتوصل وتوصل لكل الأماكن. أغلى من أولادنا على قلوبنا، ثقافتهم من أول اهتماماتنا، وأكيد منلاحظ تعلقهم بالتكنولوجيا وخاصة بالكمبيوتر والآيباد. عصافير.com استغل هيدا الاهتمام عند الأطفال وأطلق فكرة المطالعة عبر الآيباد من خلال وضع العديد من القصص المعروفة والمفيدة. عمر، شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ إنه أنا كأب بعد ما اكتشفت حبي للقراءة وكيف بتغير حياة الإنسان، حاولت أشتغل على الموضوع مع أبنائي من عمر صغير، اكتشفت قديش بغير بالحياة يعني، وحاولت إنه أنقل نفس التجربة هاي للآباء اللي زيي، يعني أعطيهم نفس اللي أنا قدرت أسويه مع أولادي. يعني فينا نقول إنه كانت تجربة شخصية أثرت فيك، مش إنه مجرد فكرة أنت فكرت فيها. نعم، تجربة شخصية فعلاً، إنه نفس المعاناة هاي اللي أنا حسيت فيها مع أولادي، حسيت إنه يعني كل الآباء اللي زيي بيكون عندهم نفس المشكلة، أو كل أولياء الأمور يعني. بدأنا نشتغل على الموضوع، صار يجينا فيدباك من معلمين بيستخدموه في المدرسة وفي الصف، وهناك بلشنا نتجه لإنه نسوي خدمة للمدارس. هلا احنا احنا هدفنا ننشر المعرفه، لكن شفنا انه الماركت العربي فيه جاب كبيره، فقررنا انه نبدا باللغه العربيه وانها تكون الفوكس تبعنا.
طب عمر، هل هدفكم بس نشر القصص للأطفال أم كمان الأفلام التثقيفية للأولاد المتجهة نحو الأولاد؟ هلأ هو هدفنا الأساسي نشر المعرفة، بادئين إحنا هلأ الخطوة الأساسية أنه نبدأ بالقراءة لأنها وسيلة جيدة يعني استيعاب المعلومات واستيعاب العالم اللي حوالينا، لكن يعني مفكرين في الخطوات القادمة أنه نشتغل على الفيديو لشرح المفاهيم الأكثر تعقيداً، يعني اللي مش ممكن تفهمها بسهولة من كتاب. نعم. وهل في إمكانية لقراءة إلكترونية عبر الآيباد؟ يعني في مساعدة للطفل بصوت إلكتروني؟ هلأ طبعاً في لكل القصص هي مسموعة مكتوبة ومصورة، هاي بسموها ترانزميديا، اللي هي لما تدمج عدد من العناصر اللي هو المسموع والمرئي والمكتوب اللي بقرأه الطفل عشان تساعده أنه يفهم النص بطريقة أعمق. حلو. وهل التطبيق مجاني أم في رسوم للاشتراك؟ هلا طبعا احنا هدفنا الاساسي ننشر المعرفه، ففي عندنا تطبيق مجاني، هذا اللي يعني بيستخدموه عدد كبير من الناس. المدارس اللي بتهتم في طلابها وبتحاول يعني تساعدهم يوجهوهم في الاتجاه الصحيح ويتابعوا قراءتهم بيستخدموا بريميوم سيرفيس، بنساعدهم فيها، بنوفر لهم غير القصص موارد بتيجي مع القصص، خطط دروس واي شيء انت بتحتاجه عشان تفعل استخدام المحتوى القصصي هذا في تعليم المهارات اللغويه في الصف. عمر، كيف تشتغل التطبيق؟ تمام، زي ما حكيت لك انه احنا هدفنا نوفر للطفل انه يقرا في اي مكان بيكون فيه وعلى اي جهاز، فبيقدر يقرا على الموبايل، على التابلت، على الكمبيوتر، في اي محل. هلا بس عشان يقرا العمليه بسيطه جدا، لانه بيستخدموه طلاب صغار كثير بالعمر في البري سكول لحد ال 12 يعني نهايه المدرسه. اوكي. مثلا بعد ما يدخل اول مره اليوزر نيم والباسورد تبعونه بصير يبين صورته، لازم يعمل اكونت بس على صورته يعني. بالضبط، بيكون مسوي اكونت، بيبين عنده مثلا اذا بعث له المعلم مهمه قراءه، بيقدر طبعا هو كمان يستكشف زي ما بده. أوكي. يقرا القصص اللي بده اياها، طبعا اي شيء هو بيختاره بيقدر يبلش يقرا فيه. شو في عندنا غير قصص معقول يقدر يعملها المعلم على الصفحه هون؟ طبعا في عندنا هون اللي هو مع دليل القصص بتلاقي فيه اوراق عمل، في تمارين، في موارد، يعني في كثير شغلات. يعني نفترض مثلا المعلم بده يشجع طلابه على القراءه، تمام، شاف طالب مميز بده يشجعه على القراءة بيقدر يطبع له شهادة تقدير بسهولة. ما في داعي انه هو يروح يسوي لها ديزاين وهي، وهذا فعليا الشيء اللي كانوا يقضوا وقتهم المعلمين وهم بيسووه وما يقدروا يركزوا على شغلهم الاساسي اللي هو توجيه الطلاب. هلا بالنسبة للطفل هي ابسط بكثير، لانه الطفل بالنسبة له قراءة بس، بالنسبة للمعلم لا، بنعطيه تولز اكثر اللي هي تتابع قراءة الطلاب، تتابع قراءة الطالب لحاله، تتابع قراءة صف كامل، كل هاي الشغلات موجودة. وعن التحديات اللي واجهته خلال كل هالفترة، شو فيك تخبرنا؟ التحدي الداخلي أنه كيف ممكن تنمو كإنسان عشان تنمي البزنس تبعك هذا، وفي دائماً يعني لازم يكون في نمو إلك ولازم يكون سريع كمان عشان يظل البزنس تبعك متجه في الاتجاه الصحيح. وين فينا نشوف عصافير.com بالمستقبل القريب وبالمستقبل البعيد؟ هدفنا إحنا أنه نكون في كل بيت يعني وكل صف، نساعد الأطفال أنهم يستكشفوا العالم اللي حواليهم. إذا حابب توجه نصيحة لأشخاص عندهم فكرة حابين يبلشوا مؤسسة أم مشروعهم الخاص بس بعدهم شوي مرددين، شو فيك تقلهم؟ دائما يعني الأكشن، الأكشن مهم، أنك أنت تأخذ قرار وتتخذ الفعل المناسب عشان تبدأ الشغل على الموضوع. عمر، لا شك انه دبي منطقة مهمة لهيك فكرة، انتوا بلشتوا على عصافير.com منها، بس شو كان السبب وراء هذا الشيء؟ بصراحة أنا عشت في دبي 10 سنين، وبلد جميل، ماركت جيد، والتسهيلات اللي موجودة هون بتساعد أي شخص يعني يفكر بأنه يعني يبني بزنس هون بكل أريحية يعني. وهل فينا نقول أنه أنت وصلت اليوم للنجاح أم نقطة النجاح اللي بدك توصلها أم بعد عندك كثير لتوصل؟ هلا انا بحكي النجاح مش نقطه بتوصلها، انا برايي النجاح حاله ذهنيه. انا بحس لما قررت ابدا على الطريق هذا كنت في هاي الحاله الذهنيه وبحاول دائما احافظ عليها. اكيد لتوصل للي وصلت له اليوم مع عصافير.com قطعت بكثير تحديات، بس كمان اكيد قطعت بقصص نجاح كثيره. شو اكثر شيء من قصص النجاح اثروا فيك؟ قصص النجاح اليوميه الصغيره اللي هي بتشوف التيم تبعك كيف بنجز، كيف تقدر تلاقي أشخاص عندهم فاشن وحب للشغل اللي بيشتغلوه، مدى السعادة اللي بتجلب لهم إياها أنه يعني يقدروا يوصلوا لأكبر عدد من الناس.
والأطفال. خلي جزء كبير من يومي بروح بقرأ بالمكتبات العامة للأطفال، بقرأ بأي إيفنت بأي مناسبة، يعني بروح وبقرأ للأطفال وبقعد معهم، لأنه بحس لما يكون حتى الموضوع وجها لوجه له شعور آخر، له حلاوة أخرى يعني. وإن شاء الله أنتوا تضلكم عم تقدروا تنشروا الثقافة والسعادة كمان. Thank you إلك عمر. أهلا، شكرا إلك. الثقافة هي حضارة الشعوب، وما في أحسن من استغلال ثقافة أولادنا وعاداتهم ونوجهها نحو المعرفة والعلم والقراءة. عصافير.com تطبيق بحاول دمج التسلية بالثقافة. التسوق هالأيام صار احتراف، والشاطر هو يلي بيلاقي أحسن سعر لأحسن غرض. كيف إذا سلمنا همنا لأشخاص مختصين بهالمجال وخففنا عن حالنا هم التسوق؟ صناديق تطبيق بيحاول يأمن كل الأغراض اللي بحاجة إلى بيتنا عبر الإنترنت. مرحبا عدنان، كيفك؟ اهلا يا اهلا وسهلا، اهلا فيكم في صناديق. اهلا فيك عدنان. لك زمان عايش بالامارات؟ يعني انا قصتي شويه غريبه. انا صراحه انا عشت في دبي من 2000 وتقريبا من 2003 ل 2006 بحدود الاربع سنين، وبعدين طلعت على كندا كملت دراستي هناك واشتغلت لفتره، ورجعت في تقريبا نهايه 2015 مره ثانيه على الامارات. شو كانت الفكره الاساسيه وراء تاسيس الشركه؟ احنا ما بنوفر الكونفينينس، بنوفر الفاليو اكثر مع الكونفينينس، وبهالشكل احنا بنوفر كل الاصناف اللي محتاجاها ست البيت في البيت او لاصحاب العمل في مكاتبهم باسعار معقوله، بكميات الجمله او بكميات احنا بنسميها البلك. حلو، يعني انت اكيد مريت بتجربه شخصيه اثرت فيك لحتى طلعت بالفكره، مش مجرد فكره تاسيس شركه. طبعا احنا يعني انا كاب لعائله وعندي اطفال، الشوبينج دائما بيكون جزء من الـ من الـ من الميزانيه الشهريه، بينما في المقابل لما يكون الموضوع اونلاين هذا بيفرق كثير. واحنا لما كنت عايش في كندا، في كندا وفي امريكا مشهور كثير موضوع البلك شوبينج اكثر من هون، اللي هو بتروح تعمل مره بالشهر الشوبينج بالكميات الكبيره للاشياء اللي بتستهلكها بشكل يومي. الاسعار الموجوده على التطبيق هل هي مطابقه ام اقل ام اعلى من الاسعار المتعارف عليها بالسوق؟ طبعا احنا في عندنا شيء اسمه ضمان الاسعار، افضل اسعار على الانترنت، وهذا اللي بناكد عليه انه احنا افضل اسعار موجوده على الانترنت، واذا لقيت اسعار افضل من اسعارنا فاحنا بندفع لك فرق السعر. بينما بنحاول من ناحيه ثانيه انه نكون مساوين لاسعار الهايبر ماركتس الكبار او اقل شويه. يعني عدنان عندكم عروضات لحتى تشدوا اكثر الزبونات ليستعملوا التطبيق؟ طبعا اكيد، احنا كمان عندنا عروضات بالتعاون مع الموردين اللي لنا ولاصحاب البراندز، بنشتغل دائما على عروض زينا منافسين للسوبر ماركت والمحلات. عدنان، من وين لقيت تجاوب اكثر مع التطبيق؟ في عنا ردود جيدة أكثر ولويالتي أكثر بتيجي من سيدات البيوت، وخصوصا سيدات البيوت العاملات، لأنه ست البيت هي دائما اللي بتاخذ قرارات في المشتريات في البيت والأمور هاي. زائد طبعا في عنا فئة ثانية رئيسية اللي هي فئة أصحاب الأعمال والشركات. لكن خلينا نشوف كيف بيشتغل التطبيق إذا أنا حابة أتبضع عبر صناديق. طبعا احنا ممكن تشتري اونلاين او من التطبيق، موجود على الايفون وعلى الاندرويد. أوكي. طبعا هيك لما تدخل على التطبيق الهوم بيج بيكون فيها النيو ايتمز، السيلز ايتمز، البروموشنز المعينه، البيست سيلرز، وممكن فيك كمان تدخل تشوف الايتمز اللي طلبتيها قبل هيك. أوكي. طبعا وانس يو ار لوجد ان، طبعا وانس انه في برودكت بدك تشتري تكبسي على الباي، ويو كان سيلكت اكثر من حبه كمان او اكثر من اوردر،
وفيكي كمان تعملي على الاد تو ليست. الاد تو ليست فيتشر اللي هي بتعمل على الشوبينج ليست عندك. يعني ضروري يكون عندي اكاونت اكيد لحتى احط كل الديتيلز. طبعا احنا حتى تعملي اي اوردر لازم تعملي اكاونت، وهذا الاكاونت طبعا بيحفظ لك معلوماتك بحيث المره الجايه تدخلي بتلاقيها بسهوله. تمام. هون زي ما انت شايفه هيك احنا لما يجينا اوردر، اي اوردر من اي زبون بيطلع عنا على السيستم. طبعا الموظف بيقدر يشوفه على طول، بيشوف كل تفاصيل الاوردر، اسم الزبون وعنوانه. يعني عدنان عن جد شو بتوفروا تعب ووقت على الناس وخاصة على ربات المنزل. ايه طبعا، وكمان بالوزن طبعا عنا الأصناف زي ما انت شايفة عنا أكل ومو أكل، بنحاول قد ما نقدر انه نفصل في الصندوق المواد الغذائية عن المواد غير غذائية، وإذا صدف انه كان بنفس الصندوق نتأكد انه مغلف تماما بحيث انه يفصل بشكل كامل. عدنان طب شو اللي بيفرق صناديق عن غيره من التطبيقات يمكن يكون عندهم تقريبا نفس الهدف؟ يعني طبعا اغلب التطبيقات الموجوده بالسوق كلياتها بتركز زي ما حكينا على موضوع الكونفينينس على حساب السعر، فبتلاقي توصيل سريع خلال ساعتين او شيء زي هيك، بينما على حساب السعر لانه بيوردوا من البقالات والمحلات الموجوده بالسوق، بينما احنا نظامنا مختلف، احنا بنشتري كميات كبيره وبنخزن كميات كبيره وبنعمل على هذا الحكي مفاوضات احسن واسعار احسن، وهذا الحكي بنعطيه للمستهلك. وين بتشوف صناديق بالمستقبل؟ بالمستقبل القريب والبعيد خلينا نقول. طبعا احنا ان شاء الله هدفنا خلال هالسنه انه نغطي كل الامارات في التوصيل. اليوم احنا بنغطي في دبي وفي ابو ظبي والشارقه وعجمان، هدفنا نغطي الامارات والمدن الثانيه. وان شاء الله على المستقبل البعيد يعني هدفنا انه نكون ليدر في 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 السيكتور تبعنا. وشو كانت اصعب الاوقات اللي قطعت فيها انت وعم تاسس هذه الشركه؟ التحدي العملياتي كان اقناع الموردين في الموديل تبعنا كبلك، لان الموردين متعودين يتعودوا مع السوبر ماركت والمحلات العاديه ويبيعوا اصناف باحجام صغيره، بينما الموديل تبعنا هو موديل احجام كبيره فيها توفير اكبر للزبون. عدنان من بعد الخبره اللي قطعت فيها انت وعم بتاسس هيدي الشركه، اكيد صار عندك صار فيك توجه نصيحه للاشخاص اللي كمان حابين يبلشوا بمؤسستهم الخاصه، عندهم افكار بس يمكن شوي مرددين، شو بتحب تقول لهم؟ يعني صراحة إذا بحكي أنا كنصيحة للناس اللي بفكروا أنهم يبدوا في أعمالهم الخاصة، هي نصيحة من شقين، التخصص والتفرغ. أنا بعتبرهم إشي أساسي. يعني في ناس كتير بيكون عندهم فكرة وبكونوا حابين يطبقوها بس ما بيفرغوا لها وقتهم، بيخافوا أنه ياخدوا قرار أو يتركوا شغلهم أو كذا، بيحاولوا يعملوها on the side. ممكن تنجح وممكن، بس احتمالية نجاحها قليلة طالما أنت ما بتعطيها كل جهدك وكل وقتك. صح. واليوم كيف تقدر توصف نجاحك؟ يعني احنا بعدنا على طريق النجاح، ان شاء الله يصير نجاح، يعني لساتنا في اول الخطوات، بس اذا ممكن اعتبره بعتبره هو نجاح الشخص او الاشخاص المناسبين. طبعا احنا فريق عمل مو شخص لوحده، في المكان المناسب في الوقت المناسب. الوقت الحالي التكنولوجيا متوفره بكل سهوله بين كل الناس، وهذا إشي صار يعني موضوع الاي كوميرس عم بيكبر وبصير كثير كبير في كل المنطقه، وبيئه الاعمال في الامارات بيئه مشجعه للشركات الناشئه انها تبدا من هون، وهذا إشي كثير مهم. أكيد قطعت بكتير تحديات مثل سبق وذكرت، بس طبعاً أكيد كان في جانب حلو هي الأوقات اللي ما بتقدر تنسيها اللي أثرت فيك، فشو كانت أكتر أسس النجاح خلينا نقول اللي أثرت فيك؟ من اللحظات اللي كتير الواحد ما بينساها إنه لما إجا أول أوردر، وإحنا دائماً في عنا رنة صغيرة للجرس، كل ما يجي أوردر بيرن الجرس على الموبايل إنه وصل أوردر، فبتلاقينا كلنا في المكتب التمينا مين عمل اوردر، زبون جديد ولا زبون موجود وهيك، فهي شغله ما بتنتسى. وطبعا الشغله الثانيه اللي ما بتنتسى لما تلاقي الزباين عجبهم الخدمه واخذوا صور عملوا ريفيو معينه اونلاين، وهذا الحكي بيسعدنا دائما انه نسمع من زبايننا انهم مبسوطين وسعيدين بالخدمه. ان شاء الله بضلكم توفروا وتسهلوا على الناس. الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. ما في أحسن من توفير الوقت ورياحة البال. صناديق تطبيق همه يوفر علينا الوقت والسعر وهم التبضع.
شك إنه مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بتشاركنا حياتنا اليومية، ومين منا ما بيخصص وقت مش قليل من يومه ليكون على اطلاع على كل شيء عم بيصير حواليه. ولاستقطاب أكبر عدد من رواد المواقع الإلكترونية، كتار اعتمدوا الفكرة الذكية والمضحكة، وذلك عبر أفلام قصيرة ومهضومة ترسم الضحكة على وجوهنا. ستيب جروب عندها شي تقولوا بهالخصوص؟ عرفنا أكثر عن حالك. اسمي ري درغم، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة ستيب جروب. نحن شركة رقمية حديثة موجودين بدبي وبيروت. ري، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ هي الفكرة كانت نقدر نبني منصة عبارة عن عدة مواقع نقدر نتواصل وتكونكت مع الشباب العربي، اللي هو بشكل عبارة عن أكبر جزء من العالم العربي حاليا. يعني هل فينا نقول إنه ستاب كانت نتيجة تجربة شخصية أو مجرد فكرة؟ هي مش كانت تجربة واحدة، أنا بعتقد عدة تجارب. أنا ربيت ببيروت، بيروت هي مدينة تعتبر بالعالم العربي عصرية نوعا ما، ورجعت انتقلت على دبي. فعدة تجارب، وحتى وقت سافرت وشوف شو موجود برا، طلعت معي الفكرة إنه نقدر نبني هذه الشركة. نحن بنعرف إنه هالفكرة موجودة بالغرب، وبنعرف كمان إنه المجتمع الغربي بيتقبل انتقادات الجريئة. هل المجتمع العربي قادر يتقبل هالانتقادات كمان؟ نجرب على طول نفكر بطريقة نقدر نوصل الرسالة والمسج بطريقة ترفيهية بلا ما نجرح أي شخص أو نكون عم ننتقد حدا. طب اختياركم لدبي هل كان لأنه المجتمع هون قريب أكثر للمجتمع الغربي؟ السبب الأساسي إنه دبي صارت هاب للمنطقة، مدينة فيها الانفراستراكشر والتالنت حتى بالأشخاص اللي نقدر نشتغل معهم. وبعدين صار عنا كمان أوبريشن مكتب تاني ببيروت، كون بيروت فيها الكونتنت كرييترز والكرييترز موجودين أكثر ببيروت. ريش، أكثر التحديات اللي واجهتكم؟ تحديات كتير، يعني كل يوم في تحديات. بعتقد نحن عم نشتغل بس أكبرها بعتقد يعني نقدر. أول ما بلشنا كنا بس كنت لحالي وكم شخص. هلا وصلتوا للي تقريبا بدكم توصلوا له بعد سنة. بعد عنا كتير ايه. بعد سنة، بعد 5 سنين أو بعد 10 سنين، وين بتشوف ستيب جروب؟ هدفنا نصير أكبر شركة رقمية حديثة بالعالم العربي، نوصل لـ 100 مليون شخص. بنكون تقريبا غطينا كل اليونغ ميلينيالز، بنسميهم عرب ميلينيالز. ومن وراء تجربتك الخاصه، شو بتنصح الاشخاص اللي حابين يبلشوا بفكرتهم الخاصه او مشروعهم الخاص؟ كل شخص بده عنده فكره بده يبلشها بنصحه طبعا. لازم كثير احنا بالمنطقه بالعالم العربي نشجع كل الشباب اذا عندهم فكره يجربوا. يعني اذا واحد بلش شركه وفشل في يرجع يبلش، بتعلم بلش مرة تانية. شو اللي بيميز ستيب جروب عن غيرها من المواقع اللي بتشبهها؟ بعتقد الشيء الأساسي اللي بيميزنا هو الفريق والتيم الموجود بالشركة، والطريقة اللي بنطلع بالكونتنت طبعاً، الطريقة اللي بنفكر بالكونتنت هي طريقة كتير عفوية. عادةً الفكرة المضحكة أسرع انتشار من الفكرة الجدية. طبعاً طبعاً. فالعالم شو بدأ أكتر؟ العالم بده يضحكوا اكيد، كل العالم بده تضحك. كل شيء بنعمله بالشوز اللي بنعملها بالفيديوز، في كثير قصص وشغلات بتصير بالمجتمع يلي بنجرب نحط الضوء عليها، او هذا بس بطريقه مضحكه، طريقه ترفيهيه، طريقه عفويه. راي، هل اذا حدا من المشاهدين ارسلكم هو فيديو، هل بتشجعوه وبتعرضوا الفيديو ام بس بتفكر البيج على الفيديو تبعكم؟ اكيد. عنا حتى مثل بنينا شيء اسمه تشات بوت اللي هو على صفحة الفيسبوك اللي عنا، ونقدر نخلق هذا التفاعل المشاركة بين الأودينس تبعنا. لأنه إذا نرجع على فكرة إنه هذا كل المواضيع اللي عم نطرحها هي ريليتبل،
لكن ري تحت ستيب جروب في عدة مواقع مثل ما قلت لك. ايه عندنا كذا موقع، عندنا ستيب فيد، يلا فيد، ستيب كونفرنس، ستيب ميوزك، حتى صار بايت ستيب كونفرنس وعرب. ايه العرب هيدا الويب سايت تبع عرب فانز او هذا هو فيسبوك بيجز؟ انا عرب، عرب فاينز وعرب حلال از ويل. اوكي هيدا يلا فيد الويب سايت اللي فيه ارتكلز وفيه الفيديوز. هذا اليوتيوب بيج اللي عنا، يعني هيدا البيج عن كل، عن صفحة الواتساب اللي ايه عن ال... عن كل الجروبات. هيدا الفيج، هيدا هيدا البيج عنا عليها تقريبا 500,000 فولور. اوكي وذكرت لي كمان شيء عن المؤتمر اللي بتعملوه. ايه الكونفرنس اللي بنعمله هو حيكون بمارش 28-29. هلا السنة عاملين 4 كونفرنسز بقلب الفستيفال، يعني سب كونفرنس. وكل سنة بتعملوه بنفس التوقيت تقريبا؟ بنفس التوقيت تقريبا، بيكون بأزهر عادة. صحيح الفكاهة مطلوبة، بس هل في عبرة من وراء الفيديو اللي عم تعرضوها؟ نعمل نحن كتير فيديوهات ونشهرنا فيهم، اللي هي بتفرجي كل المسجز والجروبس اللي بتصير على الواتساب، اللي هي موجودة بكل بيت وكل شخص عندي، ما في حدا منه بفاميلي جروب مثلا. يعني معظم الفيديوز اللي نعملها أو بشكل عام عنا أفكار كتير عم نجرب نوصلها. مثلا بي أو أم حضر الفيديو بيقدر بحس أنه هذا الشيء بيصير بقر، بيصير متقبل هذا الموضوع أكتر، أو يمكن لا ما بعرف، بس أتليست عم نخليه يفكر فيه. وشو أكتر قصص النجاح اللي أثرت فيك؟ كشركة كستاب مننظم أكبر مؤتمر بدبي لريادة الأعمال والديجيتال والتكنولوجي. نحن هدف الأساسي تبعنا هو نبني عالم عربي عصري وحديث. شكرا لك ري، وإن شاء الله تضلكم عم تسمعوا الضحكة على وجوههم. Thank you. إنك تزيد بسمة على وجه العالم أصعب بكتير من إنه تبكيهم. من خلال هيدا الموقع عم بتحاول ستيب جروب توزع ضحكة وخفة الدم. تعدد طرق عرض السيرة الذاتية لإيجاد وظيفة مناسبة، إن كان من خلال الجريدة أو من خلال البريد، والأهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي أكثر اعتماداً بأيامنا هيدا. سوشيال دايف تطبيق جديد بيساعدنا نلاقي الوظيفة المناسبة، وبيساعد الشركات لإيجاد الموظف المناسب من خلال فكرة ذكية. لو تعرفنا أكثر عن حالك. درست دراسة جامعية بالبرمجيات، من بعدها بلشت شركتي الأولى اللي هي ستيدي بوينت، ومن بعد ستيدي بوينت بعد 3 سنين بلشت شركة سوشيال دايس من فلسطين والأردن، وهلأ أنا في دبي. سائد، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس شركة سوشيال دايس؟ الفكرة الأساسية إنه إزالة كل الأعباء المتواتئة على عملية التوظيف في الشركات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة من ذكاء اصطناعي وتعليم آلي. لكن هل مشروع سوشيال دايس اجى من وراء تجربة شخصية انت عشتها او انه مجرد فكرة؟ سوشيال دايس وانا في شركة ستيدي بوينت كانت بتتطور الشركة، وكنا قاعدين بنوظف كوادر جديدة للشركة. واجهت مشكلة التوظيف
وواجهت يعني كان يجيني مئات السير الذاتية، ومن هان طلعت إنه سوشيال دايس تكون هاي الشركة اللي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة أوصب الكبيرة عشان تسهيل عملية التوظيف في سعر مناسب لهذه الشركات. لكن شو فينا نقول إنه كان الدافع الأساسي وراء تأسيس هذا المشروع؟ وقتها من سيدي بوينت إنه في فرصة كتير كبيرة، وأنا كنت من الـ 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 الناس اللي يعني برأوا في هاي المشكلة التوظيف، وقلت أخذ الانيشيتيف وأبلش هاي الشركة لأحل الموضوع لكل الشركات بالشرق الأوسط، لأنه أوريدي عشت التجربة وحبيت تلاقي حل. حتى أنت سعد، أنت بتعرف أنه في كتير تطبيقات عندها نفس الهدف، هدف سوشيال دايس اللي هو كرمال عرض السير الذاتية. شو اللي بخلينا نفرق سوشيال دايس عن غيرها من التطبيقات؟ سوشيال دايس تختلف في أمور كثيرة. إحنا ما دخلناش ننافس الشركات الموجودة، دخلنا وعملنا شراكات مع كل الشركات الموجودة عشان نجمعها كلها في منصة واحدة اللي هي سوشيال دايس، عشان نقدم الأفضل اللي موجود في السوق للشركات عشان تسهيل عملية التوظيف. خلينا نقول إنه المرشح اللي بجاره سيرته الذاتية على هيدا التطبيق حابب يكون تكون سيرته الذاتية على الصفحات الأولى، هون هل في تكلفة زيادة لازم يدفعها؟ إحنا المنصة سوشيال دايس لا ما بتعرضش أي بريميوم فيتشرز للمرشحين إنهم يقوموا بتمييز هذا السيرة الذاتية تبعتهم، لأنه إحنا قائمين على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، العمل المناسب. اوكي، هلا هي اول شيء الشركه بتقوم بانشاء الوظيفه عن طريق المنصه، وبعد انشاء الوظيفه زي ما انت شايفه ها بيتم اختيار انو موقع توظيف بدهم ينشروا عليه الوظيفه، بحط مثلا بيت ولينكد ان وبس، كبسه زي هيك. اوكي، زي ما انت شايفه هاي الوظيفه الشرح تبعها، وهنا المرشح بس بحط الاسم ايميل وبحط ابلود للسي في وبعمل سبميت، هذا هو. وبيجي زي ما احنا شايفين هان في عنا الميدلز، في عندك الميداليه الذهبيه والفضيه والبرونزيه. يعني هلا مثلا تيجي على هذا المرشح بطريقه سهله، بتدخلي على الديتيلز تبعته، هنا بتشوفي الريزومي او السي في السيره الذاتيه، هنا بتطلع التايم لاين ايش بيصير، انتقل من المقابله الاولى للمقابله الثانيه. كانديديت او المرشح ما لازم يعمل عندكم اكاونت، هو بس بفوت بشوف الوظيفه المناسبه له اللي حبها، بحط كل مره على الوظيفه الجديده رقمه اسمه الايميل والسي في، وبعدين بيروح على التحليل. بالضبط. بين كل المجالات الموجودة عندنا، أي أكثر مجال كان متجاوب معكم مع هذا التطبيق؟ المجال التكنولوجيا المعلومات، المجال المالية والمصرفية كانوا من أكثر المجالات اللي تجاوبت معنا في هذا. سوشيال دايس اختارت دبي، شو السبب؟ دبي مركز لكل الشرق الأوسط، والدخول لكل الأسواق في الشرق الأوسط والبلدان الشرق الأوسط راح بيكون أسهل بكتير عن طريق دبي، هذا السبب الأول. وفي فرصة كتير كبيرة للشركة لخدمة هاي الشركات اللي موجودة في دبي وباقي الأسواق في الخليج العربي. فقد بكل هيدا وقت التحضيرات والتجهيزات، شو أكثر التحديات اللي واجهتك؟ من أهم التحديات اللي واجهتنا كانت هي إدارة أكثر من مكتب في أكثر من دولة، من الأردن وفلسطين ودبي، بحكم إنه إحنا شركة صغيرة، فكان التواصل كان فيه صعوبة نوعا ما، بس هي من الشغلات اللي حليناها في هاي المرحلة. وين بتشوف سوشيال دايس بعد سنة، بعد 5 سنين، أو بالمستقبل إذا بدنا نقول؟ يعني إحنا سوشيال دايس الفيجن تبعتنا إنه نقدر نوصل أسواق كل الخليج العربي، شمال إفريقيا، ونقدر نوصل لأسواق برا مثل سنغافورة، تركيا وأسواق أخرى. سائد، مثل ما كان أنت عندك فكرة لمشروع، في كتير أشخاص كمان عندهم أفكار ويمكن خايفين يبلشوا مشروعهم الخاص أو عملهم الخاص، فشو نصيحتك لهم؟ إنه أنت دائماً أي وقت هو الوقت المناسب، مهم إنك تبلش. المهم تبلش، تأخذ الخطوة الأولى، أوكي؟ وأهم إشي ما تستسلمش.
وبما أنه أنت ما استسلمت ووصلت للي وصلت له اليوم، كيف توصف نجاحك؟ أنا يعني بالنسبة لنجاح أنا حد الآن ما بقدرش أحكي إنه لسه في نجاح، في كتير شغلات عندنا خطط في سوشيال دايس، بدنا نوصل آلاف الشركات، بدنا نساعد عشرات آلاف ومئات الآلاف من الأشخاص إنهم يلاقوا الوظائف المهمة بالنسبة لهم، بس إحنا لسه مبلشين وإن شاء الله يعني يكون في عنا إنجازات أكبر وتأثير أكتر على السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول. إن شاء الله من تقدم لا تقدم. شكراً لك سعد. العفو. شكراً للاستضافة. إيجاد الوظيفة المناسبة هم، وإيجاد الموظف المناسب هم أكبر. سوشيال دايز تطبيق عم بجرب يساعد الشركات والمرشحين على لقاء بعضهم بطريقة صحيحة وبأسرع وقت.